الحاصور الفلاح ما يفهمو غير الفلاح. في جنب الفلاح مع حسن أغنيديف على إذاعتكم أما فهم. سيداتي سادتي مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج بجنب الفلاح اللي كتلقاو مع ثلاثة المرات في الأسبوع ولك ثلاثة المرات في السيمانة, وهو نهار اثنين ونهار الخميس مع السي خالد الكيراوي واليوم الثلاث مع حسن أغنيديف. يعني مرحبا بكم من دابا من الوحدة ونص حتى الجوج ونص إن شاء الله اللي غادي نحاولوا نرحبوا جميع مستمعينا الكرام فين ما كانوا إن شاء الله باش يشاركوا معنا هذه الحلقة هذه اللي هي بجنب الفلاح, برنامج بجنب الفلاح يعني من إذاعة ام اف ام. هذا البرنامج ديالكم كل حلقة إن شاء الله كنحاولوا ناخذوا فيها شي موضوع اللي نهضروا عليه, واليوم إن شاء الله غادي نخصوا الحلقة ديال اليوم إن شاء الله يعني اللي قرب الموسم ديال الجني ديال الزيتون. كنعرفوا الحمد لله يعني بلادنا معروفة بالزيتون واحد العدد ديال المناطق, وغادي نحاولوا نرحبوا يعني بالناس المهتمين وبالخبراء وبالناس المستشارين اللي كيهتموا بهذه الفلاحة ديال الزيتون باش يعطيونا لا من الناس المعصرة اللي كيعصروا الزيتون ومن جميع المراحل اللي كتدوز فيها الزيتون في المنطقة. وحنا إن شاء الله إذاعة ام اف ام خصات هذا البرنامج اللي كيدوز ثلاثة المرات في الأسبوع كما قلنا نهار اثنين ونهار الخميس واليوم الثلاث على الأمواج ديال إذاعة ام اف ام. كنرحبوا بمستمعينا الكرام اللي كيسمعونا في جميع المناطق واللي كيشوفونا مشاهدينا صوت أو صورة على ثلاثة الثروة دبليو في راديو ام اف ام بوان ام ا يعني صوت أو صورة دميتنا ستينين غدر ولا غزارة نصب راس الجميع يمسفيدنا عزين غينا غلان هيا خديتون من غيلات أرمس الوحدة ونصيختنا ربي اللي خلانا نخصيص المقارنة غسد اللي كان جبن الفلاح اللي كان وينهون يعني أرد نتاوي كريكات الحلقة أرد نتاوي الموضوع أعرف لسن سوال باش نحاول أجيس نستفد نكوني استفد نجيس إيه فلاحا خكرتني خاصة غسد يختنا ربي لتنخصيص الزراعة الزيتون المعصرت الزيتون من المراحل كل تزريع الزيتون أركح تزريخ المعصرت أركح لك المستهلك ديال عدد أنت غاوسيوين ما يدى سني الكيم ديال عدد يمسكر نيسا وما لا مرغلي مرات أنت في اللحس كما قلنا اليوم إن شاء الله غادي نخصو يعني الموسم ديال الجني الزيتون اللي قريب إن شاء الله باش يبدأ. وغادي نرحبوا معنا كما العادة بسي إبراهيم بواليم اللي هو مستشار فلاحي وتقني اللي كيكون معنا ديما في البرنامج كينورنا بواحد العدد ديال الآراء ديالو. سي إبراهيم مرحبا. سي إبراهيم مرحبا. سي الحسن السلام عليكم. وعليكم السلام سي إبراهيم مرحبا. اليوم غادي نخصو عاوتاني الزراعة ديال الزيتون, بغيناك تهضر لنا على الزيتون والأهمية ديال الزيتون في الاقتصاد الوطني والمناطق اللي معروفة بها الزيتون في المنطقة في بلادنا. سي إبراهيم أولا كنشكر إذاعة إمي في مراديو على الاستضافة مرحبا, وهالإذاعة اللي ديما في جنب الفلاح كما كنشكر الطاقم التقني والإذاعي ديال إمي في مراديو مرحبا. وتحية الفلاحة في جميع أنحاء المغرب, وتحية أيضا لأيت مازير ليا سليمين كرادية تيكلتا دغيمالات. ياسين ربي سي إبراهيم, يعني الموسم يعني اللي على جات تكسمي الزيتون قريب, يعني الموسم الجني ديال الزيتون قريب, وين تهضرينا على كما السؤال اللي عطيناك. كما قلت سي حسن بالنسبه للموضوع ديال الحلقه اللي هو موضوع زراعه الزيتون اللي حنا دابا على ابواب موسم جني الزيتون. بالنسبه لهذه الزراعه ديال الزيتون يعني كتبدا تقريبا في معظم التراب الوطني المغربي باستثناء الشريط الساحلي الاطلسي, يعني تقريبا جميع المناطق ما عدا جنب البحر, يعني الشريط الساحلي الاطلسي يعني من الشمال حتى الجنوب, يعني على حدا البحر ما كدرش هاد الزراعه هذه. علاش السي ابراهيم؟ ان الزيتون بالنسبه للجو ديال الزيتون ما كيبغيش واحد الجو اللي هو رطب, ما كيبغيش الرطوبه بزاف, داك الشيء علاش ما كيدارش في المنطقه الرطبه ولا في المنطقه الساحليه. بالنسبه لهذا القطاع ديال الزيتون اللي كيساهم تقريبا في 5% من الناتج الوطني الفلاحي الخام, بالنسبه للمساحه المزروعه في المغرب تقريبا 1,070,000 هكتار اللي كدار ديال الزيتون على حسب اخر الاحصائيات ديال السنه الماضيه. الانتاج ايضا على حسب اخر الاحصائيات اللي تقريبا ملي شي 1,900,000 طن الزيتون. بالنسبه للزيت الانتاج ديال الزيت يعني 1,900,000 بالنسبه للحب الزيت ديال الزيتون. بالنسبه للانتاج ديال الزيت اللي تقريبا على حسب اخر الاحصائيات ديال السنه الماضيه بلغ تقريبا 200,000 طن ديال الزيت الزيتون. بهذا الانتاج المغرب حتى المرتبه الاولى
صعيد الدول العربية والمرتبة الرابعة عالميا. بالنسبة للصادرات يعني الزيتون أخي الإحصائيات تقريبا 75 ألف طن ديال الزيتون وتقريبا 14,000 طن ديال زيت الزيتون ديال الزيت. بيان سور 75% ديال هذا ديال الإنتاج ديال الزيتون كيمشي للاستخراج زيت الزيتون، ولهذا المغرب تقريبا كيتوفر على ما يناهز 400 معصرة عصرية وشبع عصرية، وأيضا ما يناهز 1,600 معصرة تقليدية. بالنسبة للمناطق الجبلية في المغرب تقريبا هما اللي كيشكلوا تقريبا 40% من المساحة المغروسة. بالنسبة للأصناف اللي كيديروا في المغرب، بالنسبة للناس كيعرفوا أنه كاين أصناف بحلية وكاين أصناف رومية كما تيسميو أصناف مستوردة. بالنسبة للأصناف المحلية اللي كيديروا بزاف، كاين صنف ديال البيشولين ماروكان اللي هي بيشولين مغربية اللي كتمتاز بواحد النسبة ديال الزيت ديال من 18-23%، يعني النسبة يعني أن كل 100 كيلو ديال الحبوب ديال الزيتون كيعطيونا بين 18-23 كيلو إيترو ديال الزيتون. كاين أيضا في المرتبة الثانية كاين الصيف ديال الحوزية اللي فيها النسبة ديال الزيتون تقريبا 20%، وكاين الصنف ديال المنارة اللي نسبة الزيتون تقريبا حتى هي 20%، وكاين الصنف ديال الذهبية وكاين السلالة. دونك هادو كيتسموا أصناف محلية ولا أصناف مغربية ولا اللي كيتسميها أصناف بلدية. بالنسبة للأصناف الرومية كاين بزاف ديال الأصناف، ما بينها الأربيكوينا وأربوزانا، كاين كوردال، كاين مانزانيلا إلى آخره. دونك هادو أصناف أصناف رومية. هاد الأصناف هادو كينتاز، حنا كنعرفو بالنسبة للأصناف المغربية ولا الأصناف البلدية كينتاز أنهم الطول ديال العمر ديالهم، يعني كتلقى الشجرة ديال الزيتون كتفوت 30-40 سنة وباقي كتعطي لآخره. أما الأصناف الرومية هي تقريبا شي أصناف اللي إن فوا كتفوت 10 سنين ولا 15 عام، يعني السنف كي مبقاش كيعطي. هادي فيما يخص الأصناف. بالنسبة للإكراهات، الناس ديال الزيتون راه كاين بزاف ديال الإكراهات من بين هذا المشكل اللي تيكون في جميع القطاعات اللي هو مشكل ديال التسويق. هذا مشكل تيكون مشكل ديال التسويق، وبعد اختارت مشكل ديال الجفاف، النقص التساقطات المطرية. ملي تيكون الجفاف هنا تيكون مشكل في الانتاج، يعني الحب تيتكمش تيتساس الى اخره. وكاين المشكل ديال المناوبة. شنو هي المناوبة؟ راه معروفة اللي هي واحد العام كيعطي مزيان واحد العام ما كيعطيش بزاف، سيرتو الناس اللي كيجنيو الزيتون بطريقة تقليدية. يعني في الأخص يعرف أنه إلا كيجني الزيتون بطريقة تقليدية كيسوس الزيتون كيسوس الشجرة ديال الزيتون، أنا كيقيس دوك الأعضاء اللي غادي يعطيو الزيتون العام الجاي. حنا كنعرفو أن الزيتون كيولد في الأعضاء ديال العام الثاني، يعني الزيتون هذا العام دابا الزيتون دوك الحبوب ديال الزيتون كيتعطاو في الأعضاء اللي ديال العام الأول. يعني إلا جا الفلاح يسوس الزيتون كيسوس معاه دوك الأعضاء اللي غادي يعطينا الزيتون العام الجاي. دونك هذا هو المشكل. كاين بعض ايضا المشكل ديال بعض الافات الزراعيه من بينها الدوده، كاين الدوده اللي كتصيب الحبوب ديال الزيتون، كاين مرض عين الطاووس اللي معروف بزاف، وكاين الصوفه اللي هو المسيل. دونك هادو هما المشاكل اللي كيعانوا منه الفلاحه. سي ابراهيم علي حياتي تنساو على الانواع اللي كلنا حتماتتني، يعني الانواع اللي غير المناطق هي درالنا، يعني اللي تسوسني الطريقه التقليديه ولا تزبرنا الشجر نص ماشي خصها تسكن باش دار سنتيلي تيافوت. بالنسبه لغكليسنا الزيتون، اولا بنادم بعدا غير يزرع الزيتون خصها تيزرع غكليسنا الصنف اللي تلائم. الصنف اللي لائم اش غكليسنا لان الاصناف، بما انه لا بزاف ديال الاصناف، يعني بيان سيغ الاصناف ولا تجيني بحال يعني كيقال الصنف الخصائص. الا الصنف اللي ليلى من منطقه جبليه اللي سيكريم اللي غاني الى اخره، يعني بلاد غيختار الصنف اللي ليلى اللي ريلى المنطقات الى ان اكل اللي ذات الدان اش كل فهم بزاف فيكاليون الا هو كان اللي يقدر ياثر على الانتاج ديال الانتاج ديال الزيتون. المهم بلاد ما يحاول غيختار الصنف الزيتون اللي راه، يعني الاصناف نقول لي راه الداوي اي اللي في المنطقه، يعني اللي راه يعيش في المنطقه انا تكوري والزيتون مثلا حكرا لمدينتي انا كنستوي حس مزيرتها السنقيس، ولكن اريد تمكن هذا السنقيس فيك اريد تمكن ديال الداوي النقل اخصا ديال النقل غلي تيتنير لا تقربني الاستنبادات اللي قالين سيتي في اللي قالين معتمد من طرف وزاره الفلاحه من طرف الوصا. اش قلت اكو اش قلت الا الغلطات السكان اريد توقعوا بزاف في مزيرتي في السوق سكران السوق اسبوعيه في الكريسيس
الاشجار والسماء اللي خدوش كانت ولا من لو عنس ما نصفها كاع ما غدوش كان يدو الناس باقي يو تستعمينك يكان ربعينك هذه الخير هذه 50 ولا 60 وريتانو نغدينا كان حبات الزيتون اللي رقيقين نغدينا اش كنت تستعمل باش تصيف هذا اللي راه اي تصيف تديو الصيف الناس المنطقه اللي قال معتمده اللي قال سيرتيفي اللي قال معتمده من طرف وزاره الفلاحه لا لا بزاف الاصناف لا الاصناف اللي قالينا محليا اللي قالينا ايبلداي الاصناف اللي قالينا ايبلداي وين تمازيت في التشريخ مازيت زاد البيشولين الماروكان زاد الحوزيه زاد المناره زاد الذهبيه زاد التسلاله هو اللي كان اصناف للمغرب تمازيت يعني الاصناف برا غير كيسمي غير الاصناف تمازيت ما قال لي الخطأ اللي قال خطأ انه تعيش شجره الزيتون تعيش 30 40 سنه سنه وفق الى اخره هذه من جهه ديال المشكل اللي قلت لك هو انه وراك الزيتون على تقريبا يعني على 4 سنين ولا 5 سنين عاد يبدو اي في الزيتون العكس الاصناف يا عاد التارو العكس الاصناف ديال رومي اللي ديتاش كاين برا الاصناف غير كليتني رقم لي انه اريت لكم 10 سنين 15 عام ترمو صافي اريت لكم تنقص تنقص الجوده تنقص يا ولكن اريكا اريكا لا اختي التوت عملوا العام الثاني اريكا الغلط اريت تارو ولكن دابا بلا ما يخصيش تسمى الاصناف الاصناف الروميه الجوده الزيتون الجوده الزيت وتجي زوج الجوده الاصناف المحليه انت بالزيت لي 6 سنين يا ويجد الاقدار الزيت نتا الى الصنف ارومي اللي ارتوت الزيت ستوك تنطق مثلا 4 شهور 5 شهور اللي تبدل هذا المدى وكان الاصناف المغربيه واخا قلت لي طولاج بزاف اللي قال الاصناف اللي انت الجوده الزيت وانت الجوده الزيت بدات عمر بدات تمسخول الناس اما مساله تصحت السي ابراهيم يعني يفلاح اللي وانا درت له الزيتون ماشي خصها هذا السيت كتكون زرا عند المناطق انت مزاو راسو الكرزميد نفل الزيتون وراسو التارو الوقت اللي راه السوس ما انت غير من الطريقه يقال يعني سالمه اللي سد السوس الزيتون باش ازور الطرزه ولينا نيمه اللي سني الساعه هي بالنسبه للزيتون غير كلاسنا بنادم الزيتون اي تصبر يخصك تصبر الزبر الزيتون يعني أنت تبي ما يعني الزبر الزيتون يخدور بيشني الزيتون يريح يغسل هدف من الزبر ما تيجي يغسل أقول إن الزيتون أخو أتكت الهواء أقولك شيء من الهواء الضوء نعم لكن الهواء الضوء شو مسوي الزيتون يعني أنت الزبر الزيتون يغري جني يغري كيس الزيتون أنت جني لا غير تبارك الله لأن وسائل اللي يعني حديثة لأن الماكينات اللي تتجني لأن الفيبرولات يعني الفيبرولات كي أركيش عزو شجرة الزيتون أردي طر الزيتون أشكو تغيك لسنا الزيتون تأري تارو غيك شو من عامين مثلا العام غيلة العام اللي العام غيلة الزيتون اللي العام يورو غيك شو اللي ذكرنين العام اللي درين العام غيلة غيك شو اللي رايرو العام دي وش كان هاتي من العام تتلال وكين اختش كتكيني غيوش كوف لحاري السوس الزيتون 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 هاتي ماشي يقين كتدي السوس هاتي تحتا اللي رايرو العام دي كان وكان وكان عام ديوش كان اجرك التلي الانتاج يدرس ما كان علاش شكون العام اللي زين السستاد اللي راكي في الانتاج وكان اختدرس تين المناوبة المناوبة الالترنونس يعني العام ريكا العام ريكا ولهذا غير تبارك الله لان وسائل تكنولوجيا جديدة لان لي ماشين لان ماكينات لان تركتورات لان وسائل عصرية اللي جاني الزيتون باش ادري لي المشكلة اش كنت حقيقة تسوس الزيتون الحبار الطار اريك نقاب يغلق بالزيتون الغاني يغدو البيتي كنت غاز مع الوقت اريك كادو اريك نتحت الزيتون اريك ستيلوا بيان الخموجي اش كنت قلت الحبوبان الزيتون اللي جرحني اش كنت لحتيتو التيزر هادو كان دريمي كردو زرغوا كان غبال اريك تجرح جرحا مع الوقت اريك كاين يوضو شوية يخرج اللي قدر يأثر في الجودة الزيت يعني سي ابراهيم تنميت انك قلت بعلان سمير سي ابراهيم بوالي اللاعب كان يستسفون يعني في مانيكاس نتكس الزيتون مانيكاس نتصبر الزيتون مانيكاس نسكرت من شكرا سي ابراهيم بوالي اللي هو مستشار فلاحي اللي كي ديما كيشارك معنا في البرامج كينورنا يعني سي ابراهيم كا يعني تقنيين مستشار فلاحي